عادي. مساء الخير، هلا طارق، مساء النور. هلا مرحبا، كيفك؟ نار، والله الحمد لله. انت شلونك؟ والله الحمد لله. والدتك ناحك، فيك تنادي لها؟ اي هاي ام جدتي. كيفك خالتي؟ هلا هلا خالة طارق، شلونك؟ والله الحمد لله بخير، شو اخبارك؟ والله والله طارق انت على راسي، انت صاحب حق وتحكي الحق الله وعندك يخليك يا غيرة، اخي، انت الله عندك يخليك. غيرة وعندك شرف، ناموس عندك، بس ذاك عديم الشرف وعديم الناموس وما عنده اخلاق. وطارق هي من اجتي ناره على اساس اصالحهم. وشوف الموضوع طارق، افتهم من عندي انا هسه احكي لك السالفه شنو. هم يعرفون لا اصلا لا، هم هو طارق يعرف السالفه، كلها كلها يعرف تعرف. السالفه. طارق خاله هي من اجتي والله ما عندها نيه سوء، من راحت التيمار للبيت مالتهم تيجي تصالحهم، ابوها ما قبل وامها قالها هذا الانسان من اجانا مو قصه يعني حب بينه وبين بنتي، قال انا اريد ان اسوي دراما ويا تيمار ريد نصعد. وما عرفت بنتي سوت علاقه وياه بعدين. لا احكي القصه هاي الصحيح، لا ظلي ساكته لانه جاب المشاكل كلها صارت براسك كاتبه عبد. اي صح صح كوما كلام طلع علي. اهل حاكيت ابوها، حاكيت ابوها طارق وحاكيت امها، لان انا عصبيه ترى انا قلبي سقع يدق من حاكيت طارق. العراقيه طلعت سالم. الله يخلينا اياك يا خالتي. من حاكيت ابوها قال لا انا هذا الانسان ما يخدمنا، وانا بنتي يوميه بنتي بالمستشفى يوميا يضغط على بنتي، بنتي ما ادري ليش هيك وياه، ما ادري ايش مهدد بنتي. هذا اللي افتهمته من ابوها واهلها. هي يعني اهلها ما قابلين طارق. انت ناريمان، ناريمان ما عليها خالص. هذا هذا موضوع، هذا موضوع جدا مختلف. والله انا طالع لاحكي كلمتين، انا اسف على الكلام اللي صار. طارق طارق خاله اوقف خاله، ناريمان من اجتي وين راحت؟ صحيح اجت ببيتكم؟ وسؤال، انا حتى من شفتكم؟ انا مو كنت ويا صديقتي، بس فهمني، انا من شفتكم؟ انا مو كنت ويا صديقتي من يقول اجتي نمت على البيت عندنا، يعني انا انا سويت وياك شيء مثلا؟ فهمني. وانت ما تستحي تقعد تحكي على شرف بنيه؟ انت ما عندك شرف، ما عندك اهل، ما عندك خوات؟ بنية عمرها 18 سنة تهينها كلها. يا خالتي 19 مو مشكلة، بس عيب عليها يوميا مهددها ويوميا يحكي عليها باللايفات فات. مو قدرت على بنية، هذا مو رجال. خالتي الله يخلي لك اول شيء البنت اللي عندك، يا ربك تكبر. والله انت محترم، انت عاقل، وانت عاقل وتعرف الاخلاق. انا والله انا اقسم بالله بعتذر عن الكلام اللي حكاه، ويا ربك يا نار وربي يوفقك اكثر واكثر، ويا خالتي الله يحمي لك يا البنت، واتمنى بس تتقبل الاعتذار فقط لا غير. والله اعتذر من قلبي انا مشان ما يصير. والله يعني لا سمح الله فتني او شيء. والله يعني انا هسه قلبي يدق وكلش، يعني تمرضت من هاي الحكايه. الله يحميكي، الله يحميكي ويطول بعمرك يا رب. الله كريم. والله اعتذر، اعتذر وحاكون على راسي من فوق والله. ترى شيء حلو اني اعتذر الصراحه يعني. لا انت عاد اعتذر، بس انا لا اصلا انت حتى ما دخلك يعني. والله انا سنين اخذ لا رفيقي وايد قاعد ياذيها طارق وائل، وهو قاعد يتهجم عليها وائل. احنا لا والله اصلا هو ما ساكن هنا، انا حتى راح ارفع دعوه عليه انا صراحه بنتي واروح، لانه ما قاعد يجوز حاله. وحق كلام الله، هو اصلا ما ساكن هنا وما عنده اوراق. فانا يوم من الايام، يوم الاثنين، يوم الاحد تعرف اطلع بالمانيا، يوم الاثنين انا راح ارفع دعوه. طيب اذا انا اذا انا اعتذرت ما بتخلص القصه ابدا؟ انت تعتذر على راسي، بس احنا لازم ناخذ حقنا طارق. انت انت تعرف طارق القوانين هنا، خاصه المراه، حقوق المراه يعني اول شيء، واني خاصه اذا ارفع اي دعوه واللايف مسجل، لايف مسجل يعني. نحن والله اقسم بالله ما بدنا الامور صراحة. توصل لهي، ما بدنا الامور توصل لهذا المكان. لا توصل المكان، لانه هو حكى علي بشرفي، حكى علي بشرفي، ما يصير. يعني انت ما عندك انت مو عندك خوات، يعني تقبل احد يحكيك على اهله؟ لا 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 ما حدا بيقبل، والله ما حدا بيقبل. انت تقبلها؟ اي شخص يقبلها؟ ما حدا بيقبل، لا لا. عنده غيره، هذا عنده غيره. انا اللي فيني اقول لك اياه انه فيني انا اللي فيني احكي لك اياه انه انا بعتذر، وهذا الموضوع ما فيني مون عليك فيه واقول لك انه اماني رضي او ما تساوي شيء، انا علي اعتذر وان شاء الله يكون وصل الاعتذار، وانت حقك تعمل اللي بدك اياه والله. على راسي، على راسي. الله يحمي لك يا خاله ونار، وانا اعتذر من قلبي والله. والله العظيم في دول قلبك طارق، انت انسان محترم. هلا والله، ربي يوفقك. يا حبيبي الله يسعدك. انا اعتذر كمان عن اللي صار بلايفك، لا تؤاخذني مشان الله. لا والله عادي، والله عادي والله. ربي يسعدكم الموفقين. والله طارق انت انسان محترم والله العظيم. ربي يسعدك. والله انت محترم وانسان واعي، وربي يوفقك بحياتك،
والله يعني, يعني والله طارق يعني شوف شوف طارق شكرا يعني والله طارق والله انا تحسب لك يعني انت مو انت لا مو والله والله وجعت والله واجبي ليك بغض النظر عن الشغلات اللي صارت بيناتهم رفيقي وبعزه جدا وبحبه جدا ولو لا ما بس انت تحس التصرف اللي سواه يعني لايق قاعد يقول لك انا لو ما شفت انه في شويه يعني غلط والله ما بطلع ولا بفتح لايف ولا لي مضطر والله انا كنت عم بلعب قاعد سارد اعتذر مره ثانيه ونار وربي يوفقك وموفقه بحياتك يا رب كل شيء عم تساوي لا تلغزوني وانا راح اطلع خاله طارق يعطيك العافيه والله يحميك يا خالتي طول بعمرك لا 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 خلاص خلاص ورا خلاص يا رب قلبك يا والله بوسه كبيره حبيبي حبيبي يلا باي باي يلا